إله واحد. آمين. عرف السامريون وآمنوا قائلين للمرأة: لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. لم يأتي المسيح ليخلص جماعة معينة، لم يأتي إلى اليهود فقط، ولكن كما قال القديس يوحنا: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. المسيح مخلص العالم، حتى الخطاة، حتى الزناة، حتى الكفرة، حتى عابد الأوثان، هو مسيح العالم كله، مسيح العالم كله. لا ينتقي الأبرار والأتقياء لكي يخلصهم، ولكن هو أتى من أجل الكل الذي لا يستطيع أن ينتفع بخلاص المسيح، هو الذي يشعر أنه لا يحتاج إلى مخلص. هذه المرأة السامرية التي تكلم معها السيد المسيح، عايز أقول إنها تمثل البشرية كلها. وإن لم نتعلم من المرأة السامرية التي تكلمت أو تقابلت مع المسيح عند بئر يعقوب، عندما جلس ليستريح عند البئر وراحت المسيح هي في خلاص الخطاة والأسمة والفكار، لم يكن المسيح محتاج إلى أن يشرب ولا أن يأكل. قال للتلاميذ في آخر الإنجيل: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. على الصليب المسيح صرخ وقال إيه؟ أنا عطشان. إن عطش المسيح ليس إلى الماء، ولكن إلى خلاص نفسي، وإلى خلاص نفسك، وإلى خلاص نفسك. ده عطش المسيح. والمسيح هو الوحيد الذي يستطيع أن يعطي الماء الحي الذي كل من يشربه لا يحتاج إلى مياه العالم. قال للمرأة السامرية: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. أعطاك ماء حيا. هذا الماء اللي اتكلم عنه المسيح، عايز أقول مش المرأة السامرية ما كانتش قادرة تستوعبه بس، لكن للأسف كثيرين من المسيحيين مش قادرين يفهموا يعني إيه الماء الحي، يعني إيه إنه يشرب من مية معينة سماها المسيح الماء الحي فما يحتاجش إلى مياه من العالم. إن هذا الماء الحي يروي ظمأه إلى الأبد، مكتفي بالمسيح، مكتفي بالإنجيل، مكتفي بالحياة الجديدة في المسيح يسوع، مش عايز حاجة من العالم. هذه المرأة كانت تمثل البشرية الخاطئة، الخاطئة جدا جدا جدا، اللي كانت يعني خلاص وصل بيها الدرجة انه لا توجد لا مسرة ولا فرح ولا بهجة، لأن الخطية لا يمكن أن تعطي لذة، وإن كانت تعطي لذة فهي لذة وقتية، لكن بعد كده بيكون عاقبتها المر والموت. المسيح جه عشان يدي حياة، أتيت ليكون لهم حياة،
وليكون لهم أفضل. الحياة في ملء قوتها وفي ملء دفئها، الحياة الأبدية كلها فرح ومسرة، الحياة الأبدية الماء الحي اللي جه المسيح عشان يعطيه لكل نفس. هذه المرأة مش قادرة تفهم ليه، لأنها ذهنها جسدي بتفكر بالجسد. عشان كده لما المسيح كلمها عن الماء الحي ما قدرتش تفهم هو بيقول ايه. بتقول كده، قال لها ايه؟ قال لها لو كنت تعلمين عطية الله. وهي مش فاهمة ايه عطية الله ده. لو انا اسألك دلوقتي ايه احسن عطية ادها لك ربنا، يا ريت ترد عليا، ايه احسن عطية ادها لك ربنا؟ هو ايه؟ ها؟ المسيح نفسه يا جماعة. لو كنت، ده هو ما فسر نفسه، لو كنت تعلمين عطية الله. ومن هو بيتكلم عن نفسه؟ ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب؟ المسيح هو عطية الله لكل نفس بشرية. مدينا إيه؟ الله، ده يا جماعة مش بس عطية الله، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. لو كنت تعلمين، لكن الإنسان مش عارف من عطية الله. وربنا مدينا إيه؟ ربنا مديك إيه؟ ثروة؟ ربنا مديك جمال؟ ربنا مديك مركز اجتماعي؟ ربنا مديلك إيه؟ ربنا مديلك أو عايز يديلك النهاردة، لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لطلبت أنت منه فأعطاك إيه؟ بس اللي يطلب، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. لكن زي ما بقول إن فكر هذه المرأة السامرية فكر جسدي. عشان قالت له إيه؟ قالت له يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ جيب لي الماء الحي منين؟ افتكرت الماء الحي ده في ينبوع تحت البير ولا حاجة بيطلع ماء حي كده، مية جميلة كده. تعرفين المية الينابيع بتبقى، حتى ساعات بعض الينابيع بيبقى المية بتاعتها فيها شفاء لبعض الأمراض. هجيب منين المية الحية دي؟ لعلك أعظم من أبينا يعقوب، الذي أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منه هو بنوهم وشيه. أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش، مهما كان نوع المية. هجيب مية مقطرة، هجيب مية الكلاين ووتر، وفي مية بالمش عارف بيحلوها ببعض به بالفيتامينات. كل من يشرب من هذا الماء، بس هو مش قصده المية اللي هي ووتر، هو قصده مياه العالم. كل يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. ما سمعناش واحد عمل مليون إلا كان عايز يعمل التاني، حد عمل 100 مليون عايز يعمل 100 مليون تاني. مش ممكن أبدا إنسان يشبع من مياه هذا العالم. كان لها 5 أزواج، لا الأول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع ولا الخامس قدر يفرحها أو يشبعها. واللي كان معاها ليس هو زوجها، هتقعد تتجوز كل شويه وتطلق، ما يلا ماشي زي ما الدنيا ماشيه دلوقتي، بوي فريند وجيرل فريند، والعالم بقى كله دلوقتي ماشي الى انحدار انحدار، ويحتاج الى مسيح السامريه، مسيح بئر يعقوب، علشان العالم العطشان ده مش ممكن هيشبع الا من المياه الحيه التي لا يعطيها الا شخص يسوع المسيح له كل المجد. ذهن جسدي، ذهن جسدي. يقول المسيح بعد كده ايه؟ بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع الى حياه ابديه. يعني مش يديني بس ميه تكفيني انا، لا ده الميه اللي بيدهاني تبقى ينبوع ماء ينبع الى حياه ابديه. ينبع يعني يفيض على الآخرين أيضا. أنا عايز أقول لكم على حاجة، لا يمكن إنسان داق الحياة الأبدية اتمتع بالمسيح وياخد المسيح ليه بس، ما بتحصلش.
يا إما اختباره زائف. اللي بيدوق المسيح واللي بيختار المسيح واللي بيدوق المياه الحية لا يمكن إن هو إلا أن يكرز ويدور على الناس اللي كان عايش معهم في الخطية، يقول لهم أنا دقت المسيح، أنا تعالوا تعالوا عشان أقول لكم أنا عرفته إزاي وهو يقدر يعمل إيه. يا أحبائي مش ممكن. أنا أفتكر أقول لكم بقى زي بعض وأنا أحكي عن خطيتي. لما كنت في العالم لسه وكان لنا شلة كده كان نقعد نسهر مع بعض، يعني لما ابتديت تعرفت على المسيح قلت بقى اروح لهم بقى اقول لهم الحاجه اللي انا شفتها الحلوه دي، بقول لهم يا جماعه يعني ما بلاش الاعداد دي، ما لهاش اي يعني، نقعد نتكلم ونعمل ونضحك ونهزر وننكت وبتاع، تعالوا اقول لكم، انا هقول لكم انا شفت المسيح، انا دوق، انا احب. يا جماعه انت بتكلمنا عن ايه؟ ما احنا عارفين الوصايا العشر، ما احنا عارفين، انت هتقعد تعلمنا، احنا فاهمين وبنعملها كلها، لا حد فينا لا بيزني ولا حد بيقتل ولا حد بيسرق ولا حاجة زي كده. يا جماعة ده الذهن الجسدي، هو ربنا عايزنا ان احنا نحفظ الوصية عشان الوصية نفسها؟ لا، لان الوصية فيها المسيح. ان ما كنتش تكتشف المسيح في كل وصية انت بتعيشها يبقى انت مش عايش الوصية. عشان كده قال ايه؟ كل كأس ماء بارد يعطى باسمي، هو ده اللي مش ممكن يضيع اجره، اللي من اجل المسيح. يعني كل حاجه بتقدمها ان كان اي تبرع، ان كان اي خدمه بتعملها، بتعملها لاي سبب تاني غير انك انت عايز تخدم المسيح ومن اجل محبه المسيح، كل ده غير محسوب، ما ينفعش. الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. الله، يعني إيه؟ قال هي هترتوي وتشرب ومش محتاجة تشرب تاني. ذهن البقى إيه؟ الجسدي. ما هو كل واحد في الكنيسة يسمع الإنجيل ويفكر فيه أو يحاول إن هو يشرحه لنفسه على الطريقة اللي هو عايش بيها، إن كان عايش حسب الجسد فيفسروا بأمور جسدية، إن كان عايش حسب الروح هيفسروا بأمور روحية. عشان كده هي بتفكر إن هو المسيح هيديها بقى مية، اختراع جديد، مية اللي يشرب منها مش ممكن إن هو يعطش. إيه ده؟ هل في حاجة زي كده؟ هل في اختراع زي كده؟ قال أنا بدي مية اللي يشرب منها لا يمكن أبدا يعطش إلى مياه العالم. طب اديني يا رب المية دي. وهي فاكرة كلها إن هي هتاخد المية دي بقى ومش هتيجي تستخي بقى من البئر، هتشبع بقى. ده حتى العلم لغاية النهاردة ما اخترعش الاختراع ده، إن الإنسان يشرب مية معينة ما يحتاجش إن هو يعطش، لكن المسيح عنده، عنده ويروي العطش اللي هو لا يمكن يرويه العالم ولا العلم ولا أي أحد ولا كنوز العالم كله. فكان ردها عجيب جدا، يا سيدي أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. قال لها يسوع اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى هنا. وهنا ابتدى المسيح يلمس الشيء اللي كانت هذه المرأة طول حياتها خجلانة منه. تيجي تستقي المية الساعة 12 الظهر، الوقت اللي ما فيش حد بيروح البير لأنها خجلانة من الناس كلها. يا جماعة الخطية تخزي، الخطية تنجس، الخطية تدي سمعة سيئة للإنسان. عشان كده السيد المسيح حب يعالج سبب الانحراف اللي موجود في هذه المرأة. المسيح النهاردة عارف أنا إيه اللي مخليني بعيد عن المسيح، مخلي حياتي روتينية، لا بدوق المسيح ولا بستطعم الإنجيل ولا إن أنا في الكنيسة متعزي. طب إيه السبب؟ في حاجة جوه، حاجة جوه لازم المسيح يخلعها. عارفين دكتور الاسنان لما يجيب الكماشه دي، اول ما اشوف الكماشه دي انا قلت يا خبر ابيض، يروح حاططها ويروح ده المسيح عايز يعمل كده.
يشيل جوه أصل المرارة اللي موجود جواك، عايز ينتزعه المسيح. بيشاور النهاردة على الضعف اللي مخليني لغاية النهاردة مش قادر أدوق المسيح ولا أفرح بالمسيح ولا إن أنا أستغني عن كل أمور هذا العالم. عمل المسيح مع هذه المرأة: اذهبي وادعي زوجك. اعترفت بقى. أول طريق أو الطريق الحقيقي للتوبة هو الاعتراف. اعتراف. أجابت المرأة: ليس لي زوج. قال لها يسوع: حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق. هذا قلت بالصدق. ابتدت المرأة تشعر أنها قدام إنسان غير عادي، قدر أنه هو يعرف كل حياتها، كل حياتها. ما نعرفش قال المسيح اتكلم معاه ايه اكتر من كده، لكن كشف كل حاجة. عايز اقول لك حاجة النهاردة: اللي انت مخبيه جواك وفاكر ان الناس بدا مش عارفاه، يبقى ربنا كمان مش عارفه. ولا المسيح عارف انت بتعمل ايه وايه الغلط اللي جواك وانت مش عايز تعترف بيه لغاية النهاردة. الذي لك الان ليس هو زوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له المرأة: يا سيد ارى انك ايه، انك نبي. شوفوا بقى يا جماعة، حتى ابتدت في الطريق الروحي وابتدت انها تتعرف كده سنة صغيرة على المسيح. لكن لان الذهن جسدي بتفكر في ايه، نسجد هنا ولا في جبل جرزيم في اليهودية، نسجد فين بالضبط، اباؤنا ايه، اباؤنا سجدوا في هذا الجبل جبل جرزيم، وانتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه. تحول الموضوع الى موضوع طقس وعقيده واشكال خارجيه. ليه؟ لانه ما فيش روح، ما فيش الجسد هو اللي مغطي كل حاجه. حتى لما خشت في التوبه والمسيح بيقودها للتوبه، كل فكرها طب نسجد فين، مش تسجد فين، مش الموضوع المكان اللي تسجد فيه وتعبد فيه. ما انت ممكن تصلي وتعبد في اي مكان، وانت ماشي في الشارع، وانت في اوضه النوم، في اوضه المكتب، في اوضه في الاوضه اللي مخصصها للصلاه، في الكنيسه، في اي مكان ممكن تصلي، في اي حته. لكن هل المسيح دخل حياتك؟ هل فتحت قلبك للمسيح؟ هل المسيح بقى هو نمره واحد في حياتك؟ قال يسوع: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن شوف العظة دي مدتها قد إيه؟ بتاع دقيقة، مفيش أقل من دقيقة. عملت إيه في الست دي؟ تركت جارتها وراحت تقول للسامرة كله: تعالوا انظروا إنسانا قال لكل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. إيه ده يا رب؟ في ناس تتأثر من كلمتين ثلاثة، من آية، من آيتين، حياتها تتغير من خلال ترنيمة بتسمعها. القلب الحساس، القلب المتعطش إلى الماء الحي. لأن هذه المرأة بالرغم من خطيتها اللي كانت عايشة فيها بطولها وعرضها، لكن كان في جواها حاجة كويسة. إيه؟ قالت له: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح متى جاء فذاك يخبرنا بكل شيء. أنا منتظر المسيح، أنا عايز المسيح يقول لي على كل حاجة. هو اللي هيخلصني من خطيتي، هو اللي هيديني الحياة الأبدية. أنا الذي أكلمك إيه؟ هو المسيح. هذا أعلن ذاته لهذه المرأة. عشان كده المرأة تركت كل شيء. قل له: يا رب اظهر لي ذاتك النهاردة وانا في الكنيسة وانا بصلي القداس النهاردة. انا عايز اطلع من الكنيسة النهاردة مغسول بالماء الحي زي المرأة السامرية. عايز اطلع من الكنيسة علشان اكرز باسمك لكل الناس اللي اعرفهم واللي ما اعرفهمش.
طوباك يا سامرية، ما عارفش اسمها ايه، اسمها المرأة السامرية، ولكن هشوفها في السماء، ومجد هذه المرأة الخاطئة اللي كرزت للسامرة كلها وخلت السامر الجماعة السامرين يمسكوا في المسيح. اقعد معانا، قعدوه يومين، قالوا تعالى عايزينك معانا، كلمنا انت بقى، مش عايزين نسمع المرأة السامرية. لما سمعوا من المسيح قالوا الشهادة اللي قلتها في اول العظة، قال لهم ايه او قالوا ايه عن المسيح؟ أننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأن نحن قد سمعناه هو بقى، ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. هو مخلص العالم، بس مخلص كل نفس، هو المخلص الشخصي لكل نفس، لكن هو أيضا مخلص العالم كله، العالم كله، وكل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية. ربنا يدينا نعمة النهاردة إن احنا نكون مع المسيح على بئر يعقوب لكي نرتوي من ماء الحياة، حتى ما نفطم عن مياه العالم التي كل من يشرب منها لا يمكن أن يرتوي أبدا. لله كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.